السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. في الفترة اللي فاتت دي تم الكشف على عدد كبير من السيدات، وللأسف لقينا وجود خلايا غير طبيعية بشكل ملحوظ. وأنا مش طالع على حضراتكم خالص، بالعكس، وعشان شهر رمضان شهر الخير والكرم، دي هتكون بداية المبادرة، وأنا بتكفل بـ100 حالة للحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم. كل سنة وحضراتكم طيبين. محمد العزم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. أنا محمود صعود، المدير التنفيذي لشركة بلو ميديا. أنا سعيد جدا بوجودي مع حملة نفرت النهاردة، وإن احنا بنتكفل بـ10 سيدات عشان نقدر نوفر لهم الحماية والوقاية من مرض خطير زي سرطان عنق الرحم. رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. يشرفني أعلن إن أنا بتكفل بـ20 حالة للحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم. أروع وجودك.